طيب خلونا نشوف أيضا هذا التقرير عن ترقب أنه عودة الأسر اللي كانت في خرجت من مثلث ماسبيرو علشان تتبني الوحدات السكنية بأفضل شكل. أي حد معدي على كوبري أكتوبر بيبص على ما تم بناؤه وما تم تشييده بعد ما كانت هذه المنطقة هي منطقة لا تليق، منطقة غير آدمية، منطقة لا تليق على الإطلاق بهؤلاء السكان أو هؤلاء الناس أو بالمصريين عموما الحقيقة. فده من ضمن محاولة تحسين حياة المصريين. ف 936 أسرة يعودون خلال أيام إلى سكنهم مرة أخرى في ماسبيرو. منطقة عشوائية إلى أبراج شاهقة، بيتغير المشهد هنا في منطقة الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو بعد الانتهاء من معظم أعمال التطوير فيها عشان تبقى جاهزة لاستقبال السكان الراغبين في العودة ليها مرة أخرى. بعد الانتهاء من أكثر من 95% من كافة الأعمال، أصبحت 936 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمخصصة للإسكان البديل في مثلث ماسبيرو جاهزة للسكن، وقريبا هيتم تسليمهم للأسر الراغبة في العودة للمنطقة. احنا بدأنا العمل هنا في 6/2019. طبعا في ناس اللي كانت موجودة، كان في ناس خدت تعويضات مالية واتحركت، في ناس خدت وحدات سكنية في أماكن أخرى، في ناس طلبت العودة مرة تانية إلى منطقة مثلث ماسبيرو. وبالفعل بدأنا في منطقة مثلث ماسبيرو بعمل برجين سكنيين بارتفاع 18 طابق بعدد وحدات 936 وحدة، والوحدات دي كانت دي موجودة للناس اللي راغبة في العودة مرة تانية إلى مثلث ماسبيرو. الوحدات كلها اتشطبت تشطيب كامل، كل المرافق هتبقى موجودة، صرف مية، كهرباء، غاز. الوحدات دي هتكون كاملة التشطيب، التشطيب بتاعها على أعلى مستوى، فيها نموذجين، نموذج 3 غرف وصالة ونموذج غرفتين وصالة. تم الانتهاء تقريبا من 95% من هذه الوحدات. عندنا برجين تانيين برضو في موقع الإسكان البديل، برج استثماري بارتفاع 23 طابق وبرج إداري بارتفاع 15 طابق. وعشان المنطقة تلبي كل احتياجات السكان، تم مراعاة ده في تصميمات الأبراج من خلال وجود مصاعد ومراكز تجارية وجراجات انتظار للسيارات. كنا حريصين كل الحرص على توفير أماكن انتظار السيارات، فعملنا الدور البدروم، عندي دور بدروم موجود جراجات، والدور الأول علوي جراجات، برضو الدور الأرضي عملناه مح تجاري بحيث يبقى في محلات تجارية تخدم على السادة السكان الموجودين، بحيث الساكن لو نزل تحت هيلاقي مكان موجود فيه ان هو يقدر يلاقي طلباته الموجودة اليومية. برضو الأبراج عند البرجين دول كل برج في 10 أسانسيرات بحيث برضه يكونوا موفيين، بحيث الناس تطلع وتنزل في سلاسة تامة، ما يبقاش في زحام، ما يبقاش في قلق. مشروع مهم بيغير وجهة العاصمة المصرية وبيرسم صورة مختلفة لشكل منطقة مثلث ماسبيرو بعد تطويرها عشان ترجع القاهرة لرونقها الحضاري. هشام الرباط، كلمة أخيرة.